أنا اسمي أحمد محمد علي حسن، مواليد 1/10/1940، عندي 80 سنة، وبشكر على التصديق اللي عمله لنا السيد المدير والإخوة الزملاء المحترمين جدا جدا، وأشكر سيادة رئيس الجمهورية أولا على المبادرة الجميلة اللي هو وصى بيه بالرسالة المستشارين علينا، ودي خدمة كبيرة جدا 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 للناس اللي عندها 80 سنة 90 سنة أو 70 سنة مش قادرة تكمل أبدا شغلها، وبقيت حتى يروح ياخد المعاش مش قادر يروح يوصل المعاش، فكل حاجة صعبة علينا قوي، ولكن بنشكرهم جدا 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 على التصديق اللي عملوه لنا والمساعدة اللي عملها لنا، والحقيقة حاجة جدا بنشكره جدا جدا، ونشكر كل المسؤولين وجهاز النواة الناس دي كلها واللي فكروا في الأفكار الطيبة، ونسمع شكرا جدا جدا جدا. مش عارف اشكر، عارف عن الشكر.